في ملف المغتربين اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات السعودية بتعمد إحداث أزمة خانقة داخل اليمن باستمرارها في ترحيل المغتربين اليمنيين. وقالت المنظمة في بيان لها إن السعودية ماضية في تنفيذ إجراءات ترحيل العمالة اليمنية من المناطق الجنوبية ومناطق أخرى في المملكة، وأضافت أن استمرار عملية الترحيل تعني تعمد السعودية خلق أزمة خانقة في اليمن وتفكيك الأسر وحرمانها من حقوقها. ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى التراجع عن قرار ترحيل العمالة اليمنية والعمل على تمكينها من حقوقها التي أكدت عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية. من جهته طالب عضو مجلس النواب عبد الكريم الأسلمي الحكومة والمجتمع الدولي والمنظمة الحقوقية بالتحرك لإيقاف ترحيل السعودية للمغتربين اليمنيين. وقال الأسلمي إنما وصفها بالإجراءات التعسفية ضد المغتربين اليمنيين في السعودية تعتبر سابقة ليس لها مثيل في التاريخ حتى بين الأعداء، وأضاف أن تلك الممارسات تتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية وتخالف جميع الأديان والملل. ودعا البرلماني جميع القوى الوطنية اليمنية بمختلف توجهاتها إلى الاصطفاف مع المغتربين والدفاع عنهم وعن حقوقهم وعدم تركهم وحدهم.